أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أهمية مواصلة العمل وبروح فريق البحرين الواحد لتعزيز القطاع العقاري في مملكة البحرين ودعم الاستثمار فيه باعتباره أحد القطاعات الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة جاء ذلك خلال لقاء التشاوري بين رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وممثلي مكاتب المسح الخاصة تمهيدا لإصدار قرارات تنظيم المهنة من اجل تعزيز اليات التعاون القائم وتنميه دور القطاع الخاص كشريك اساسي ومحوري في رسم مسار الاهداف والتطلعات المنشوده والوصول اليها بالاستناد الى مبادئ الاستدامه والابتكار والابداع وترجمتها لبرامج ومبادرات تتسق مع اهداف التنميه المستدامه وتدفع بعجله التنميه الاقتصاديه لتحقيق كل ما من شانه رفعه ونماء الوطن والمواطن وقال الحمر ان جهاز المساحه وتسجيل العقاري حريص على مصاله البناء على ما تحقق من انجازات. ما تحقق من انجازات رسخت مكانه مملكه البحرين في هذا القطاع الحيوي عبر الالتزام باعلى معايير الكفاءه والشفافيه في تقديم الخدمه وتحويل التحديات الى فرص منوها بالمساعي المبذوله لمضاعفه عدد الشركات المساحيه ووضع المزيد من البرامج التي تقوم على التكنولوجيا الرقميه المتقدمه. وذلك لتوفير البنى التحتيه المكتمله والمحفزه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه